السلام عليكم وأهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية. أعلن التمكين عن إطلاق باقة الخدمات الاستثمارية تشمل خدمات التوجيه والإرشاد للمؤسسات والباحثين عن العمل والموظفين العاملين في القطاع الخاص، وستوفر تمكين الاستشارة دون تكلفة للأفراد والمؤسسات المؤهلين للاستفادة من الخدمات بالتعاون مع عدد من الخبراء في كلا المجالين المؤسسي والوظيفي. وستنفذ تمكين باقة الخدمات الاستشارية في المرحلة التجريبية لها بالتعاون مع عدد من الخبراء، من بينهم مؤسسة مغلي للإرشاد البريطانية وجمعية سيدات الأعمال البحرينية وجماعة المشكلين العالمية، إضافة إلى منظمة رواد الأعمال العالمية. كما سيقوم طاقم من المختصين من تمكين بتقديم بعض الخدمات ضمن البرنامج للزبائن مباشرة. تم توفير البحرين برامج للدعم المالي وكذلك لرأس المال وبالنسبة للتدريب، ولكن الخدمات الاستشارية كذلك ركيزة لنجاح مشروع رواد الأعمال. واليوم احنا بإطلاق مشروع الخدمات الاستشارية من تمكين نسد ثغرة كانت موجودة ونضيف إلى الخدمات المقدمة من تمكين لضمان نجاح رواد الأعمال. الخدمة تتمحور أو تتركز في تدريب مستشارين أو مرشدين من رواد الأعمال، مستشارين من رجال الأعمال أو سيدات الأعمال المتمرسين في العمل، ليقدموا الاستشارات لرواد الأعمال المبتدئين من الرجال والنساء. أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تم تغطية الإصدار رقم 176 من صكوك السلم الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وقد أوضح مصرف البحرين المركزي في بيان أن قيمة هذا الإصدار تبلغ 43 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق لواحد 91 يوما تبدأ الأربعاء المقبل ولغاية 23 من شهر مارس المقبل. وقد بيّن مصرف البحرين المركزي أن العائد المتوقع لهذه الصكوك يبلغ 1.7% مقارنة مع العائد 1.7% للإصدار السابق، وذلك في 25 من نوفمبر الماضي، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 100%.